والآن مشاهدينا، وبعد أن دعت وزارة الشؤون الدينية لإقامة صلاة الاستسقاء هذا الجمعة، نترككم مع هذا البث المباشر التي يأتيكم من مسجد القدس بحيدرة، أين تقام صلاة الاستسقاء في هذه الأثناء. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا، كما كنتم تتابعون، كانت هذه صلاة الاستسقاء التي أقيمت اليوم عبر مختلف مساجد العاصمة بعد أن دعت إليها وزارة الشؤون الدينية، وهذا بعد تسجيل شح في تساقط الأمطار، وكما يلاحظ بأن غياب عدد كثير من المواطنين، وجود مجرد صف واحد في هذه الصلاة. نتمنى أن يتقبل الله هذه الصلاة ويغيثنا بغيث نافع بإذن الله تعالى.